نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الحديد. إنه ضروري لتشكل كريات الدم الحمراء ويساعد في حمل الأكسجين إلى الخلايا. في المتجر الكبير يوجد الحديد في القواقع البحرية، الخاز، البقدونس، أوراق النعناع الأخضر، التمر، الزبيب، والكمثرى المجففة. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالحديد. انظروا، الحديد موجود في القواقع البحرية، الخس، البقدونس، أوراق النعناع الأخضر، التمر، الزبيب، والكمثرى المجففة. الحديد ضروري لتشكل كريات الدم الحمراء. الحديد يساعد في حمل الأكسجين إلى الخلايا. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا